السيسي يفتتح مجمع الجلاء الطبي والرياضي ويؤكد أنه لا مجاملة لأحد داخل مؤسسات الدولة، وكل مواطن يجب أن يأخذ فرصته وفقا لكفاءته وخبرته. الطيب وتوادروس يؤكدان على ضرورة الوحدة والتكاتف لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الأديان ومواجهة الإرهاب والتطرف. حكومة نتنياهو تعلن عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 من مارس المقبل عقب تصاعد الخلافات بين الأحزاب المشاركة في الحكومة. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد فترة إخبارية شاملة تأتيكم من على شاشة النيل. والبداية مع الزميل أيمن السيد. شكرا جزيلا لك لميس. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي 21 مشروعا نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، شملت أعمال التطوير والتوسعة لمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة وعددا من المستشفيات والأقسام العلاجية الجديدة ومشروعات الطرق والكباري وعددا من الأعمال الصناعية لتطوير المزلقانات الأكثر خطورة بمناطق أرض اللواء ونهية وبشتيل. وخلال افتتاح هذه المشروعات قال السيسي إنه لا مجاملة لأحد داخل مؤسسات الدولة، وكل مواطن يأخذ فرصته وفقا لكفاءته وخبرته، مشيرا إلى أن المجهود الذي يبذل في مختلف مؤسسات الدولة وداعيا إلى ضرورة العمل بمعدلات كفاءة أعلى حتى يمكن القفز بمصر من نطاق الفقر والعجز. استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم مقومات التنمية الحضرية والمجتمعية على أرض مصر، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عددا من المشروعات التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، شملت أعمال التطوير والتوسعة لمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة وعدد من مشروعات الطرق والكباري. واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح على ماكيت تضمن المشروعات الجديدة التي تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الشعب المصري. وألقى اللواء أركان حرب عماد الألفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة استعرض فيها جهود القيادة العامة للقوات المسلحة في التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية والخدمية في العديد من القطاعات، وأشار إلى انتهاء الهيئة الهندسية من تنفيذ الافتتاحات الجديدة التي بلغت 21 مشروعا للطرق والكباري والرعاية الصحية وفقا لأعلى المواصفات القياسية وبأقل تكلفة وفي التوقيتات المحددة. وشاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا تناول الافتتاحات الجديدة، شملت المرحلة الثانية من أعمال التطوير والتوسعة لطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي من مدينة العاشر من رمضان وحتى بوابة الرسوم بطول 34 كيلومترا ليصبح 4 حارات مرورية بدلا من حارتين، وإنشاء كوبري اللواء شهيد ماجد صالح بمنطقة الكيلو 66، وإنشاء كوبري ونفق العميد شهيد ماجد شاكر بالكيلو 76، أيضا إنشاء 4 كباري جديدة بطريق القاهرة السويس الصحراوي لاستيعاب الكثافة المرورية بالمدن العمرانية الجديدة وإلغاء التقاطعات السطحية والحد من الحوادث والاختناقات المرورية على الطريق. وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء إشارة الافتتاح للطرق والكباري الجديدة عبر شبكة الفيديو كونفرنس من مناطق المشروعات، إذانا بافتتاحها رسميا وأداء دورها في دعم مقومات التنمية الحضارية على أرض مصر. واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لشرح من اللواء أركان حرب نبيل سلامة مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، تناول الإمكانيات والتجهيزات التي زودت بها الأجنحة والغرف الفندقية لفندق الجلاء الذي يتكون من 3 مباني بإجمالي 175 وحدة فندقية. كما استمع الرئيس السيسي إلى شرح من اللواء طبيب بهاء زيدان قائد المجمع الطبي للقوات المسلحة بالجلاء، تناول الإمكانات الطبية والعلاجية التي زود بها المجمع وفقا لمنظومة علاجية ذات مواصفات عالمية بالتعاون والتكامل مع كبرى المستشفيات والجامعات والمراكز الطبية والبحثية في العالم. أعقبه عرض فيلم تسجيلي تناول إمكانات مجمع الجلاء الطبي الذي يضم عددا من المستشفيات والأقسام العلاجية الجديدة.
وقام الرئيس السيسي بجولة تفقدية للافتتاحات الجديدة شملت المرور على عدد من الأقسام والمراكز التخصصية بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، والتي تضم أحدث المنظومات والأجهزة الطبية في العديد من التخصصات لتشكل إضافة فعالة للارتقاء بمنظومة الرعاية الطبية التي تسعى القوات المسلحة إلى تقديمها لتوفير متطلبات الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصري العظيم. حضر الافتتاحات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا في رئاسة الجمهورية علاء رشوان. علاء، أرجو أن تنقل لنا كيف تابعت جولة السيد الرئيس وافتتاحه للمشروعات التي قام بافتتاحها اليوم، وفي أي سياق أكد أنه لا مجاملة لأحد داخل مؤسسات الدولة. يعني زميلي أيمن، التحية لك والتحية أيضا موصولة للمشاهدين الأعزاء. افتتاح عمل تطوير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة وعدد من الكباري يأتي في إطار الدور المجتمعي والتنموي الذي تقوم به مؤسسة القوات المسلحة لما عرف عنها من انضباط والتزام بالمواعيد المحددة. من المعروف أن هذا الدور لا يتوقف فقط على إنشاء الطرق والكباري، وإنما إنشاء مدن جديدة بأكملها مثل مدينة الأمل والإسماعيلية الجديدة ومدينة زويل العلمية، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الكبرى. أهمية لتصريحات السيد الرئيس في غاية الأهمية جاءت على هامش افتتاح أعمال التطوير وافتتاح هذه الكباري. أكد أن سيادته أن هذه المشروعات كلها سوف تسهم في حل أزمة المرور وتيسير حركة الأفراد والبضائع وتخفيف الاختناقات المرورية في محافظة القاهرة تحديدا، فضلا عن ربط المحافظة بمحافظات السويس والإسماعيلية والإسكندرية من خلال عدة محاور مرورية من المزمع أيضا إضافتها إلى شبكة الطرق. هذا الأمر من المؤكد أنه سوف يصب في صالح المواطن وفي تيسير أعمالي وتيسير شؤون حياتي. أكد أيضا السيد الرئيس أن كافة أنحاء الجمهورية سوف تشهد تنمية شاملة على كافة المحاور تحقيقا لأمال وطموحات الشعب المصري، الذي قال السيد الرئيس أن الشعب عبر عنها في ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو. في هذا الصدد تحديدا أكد السيد الرئيس أن هناك العديد من المشروعات القومية سوف يتم الانتهاء منها بحلول أغسطس عام 2015. أيمن، نتحدث عن تاريخ محدد وجدول زمني محدد أعلنه السيد الرئيس للانتهاء من هذه المشروعات الذي تأتي في إطار المشروع القومي للطرق 3200 كيلومتر في أنحاء الجمهورية. الرئيس أيضا أكد على تكلفة الحفاظ على أقل تكلفة ممكنة وبما لا يحمل على ميزانية المال العام. شدد سيادته على أن أهمية بناء الثقة وبث روح الأمل في نفوس المصريين في الفترة القادمة وقدرة الدولة المصرية على عبور هذه المرحلة. كنت تسأل زميل أيمن عن ضرورة تصريحات الرئيس بضرورة مكافحة الفساد في كافة مؤسسات الدولة، أكد عليها مرة أخرى بعد تأكيده أمس مع لقائي مع وفد من الإعلاميين. قال إن الإرادة لازم توفرها لمكافحة الفساد يتعين أن تترجم إلى ثقافة عامة لدى المواطن المصري، ليس الموظف المصري ولكن المواطن المصري بصفة عامة. في هذا الإطار أيضا أكد السيد الرئيس على ضرورة ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام. نعم، ويعني الإتمام من انتهاء من هذه المشروعات بما يتلائم مع النفقات وترشيد النفقات والالتزام بالجدول الزمني المحدد المسبق إعلانه في هذا الصدد. نعم، علاء رشوان مراسلنا لدى رئاسة الجمهورية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أكد على الدور الهام لعلماء الأزهر في تعديل كافة المفاهيم الخاطئة التي تروجها الجماعات الإرهابية بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد. وفي كلمته أمام مؤتمر الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف، أدان الطيب الممارسات الهمجية للتنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية وأبرزها تنظيم داعش، مشيرا إلى أن الجهاد في الإسلام لم يتم تشريعه إلا للدفاع عن النفس والدين والوطن، ولا يجوز لأفراد أو جماعات أن تتولى هذا الأمر بمفردها. حرف مفهوم الجهاد عند هذه الجماعات المسلحة المتطرفة والطائفية أيضا، وراحوا يقتلون من يشاءون
زعما منهم بأنه الجهاد، وأنهم إن قتلوا فهم شهداء في الجنة. وهذا من أشنع الأخطاء في فهم شريعة الإسلام. فأولا، قد شرع الجهاد في الإسلام للدفاع عن النفس والدين والوطن، ونحن نحفظ عن شيوخنا في الأزهر ونحن صغار قولهم إن العلة المبيحة لقتل الغير هي العدوان وليس الكفر. ثانيا، إعلان الجهاد ومباشرته لا يجوز أن يتولاه أحد إلا ولي الأمر، ولا يجوز لأفراد أو جماعات أن تتولى هذا الأمر بمفردها مهما كانت الأحوال وكانت الظروف، وإلا كانت النتيجة دخول المجتمع في مضطرب الفوضى وإراقة الدماء وهتك الأعراض واستحلال الأموال، وهو ما تعانيه بعض مجتمعاتنا اليوم من جراء هذا الفهم الخاطئ المغلوط لهذه الأحكام الشرعية. ومن جانبه، أكد بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا توادروس الثاني في كلمته بمؤتمر الأزهر، أكد أن الحوار الدائم من المبادئ الأساسية في الحياة المسيحية. وشدد بابا الإسكندرية على أن الكنيسة المصرية عاشت بصورة وطنية ولم تسع يوما لأي سلطة من أي نوع، وطلب بتجديد الإجراءات لمواجهة الإرهاب وتعزيز التعايش بين الجميع، مشيدا بالأزهر الشريف ومشروع بيت العائلة الذي يجمع الأزهر والكنيسة في فكر واحد. عاشت الكنيسة المصرية بصورة وطنية لم تسعى في أي يوم إلى سلطة زمنية أو مكانية، وعاشت الكنيسة المصرية شاهدة للوطن. يشهد التاريخ أن الأمة المصرية بكل طوائفها كانت تؤازر الزعيم أحمد عرابي في ثورته، وكان فريق من كبار المفكرين يلتفون حوله، منهم عبد الله النديم المسلم وأديب إسحاق المسيحي. وحين اندلعت ثورة 1919 كانت ثورة وطنية، كان المصريون جميعا رجلا واحدا وقلبا واحدا. تعانق الشيخ والقسيس في سبيل الكفاح الوطني ورفعوا شعار الثورة عاش الهلال مع الصليب. كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد افتتحا اليوم أعمال المؤتمر مؤتمر الأزهر الشريف، حيث يشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين نحو 700 من علماء الأزهر من نحو 120 دولة ورؤساء الكنائس الشرقية وممثلين عن بعض الطوائف الأخرى التي عانت من عنف الجماعات الإرهابية. ومن المقرر أن يوجه المؤتمر رسالة إلى العالم من القاهرة بلد الأزهر الشريف برفض رجال الدين الإسلامي والمسيحي في العالم لكل أشكال الإرهاب والتطرف، ورفض الممارسات الإرهابية ودعاوى الغرب بإلصاق الإرهاب بالإسلام. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد العزيز النجار مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية. دكتور عبد العزيز، يعني وجوه عديدة في هذا المؤتمر، وجوه بارزة تمثل الدين تمثل الإسلام وتمثل الدين المسيحي بكافة الطوائف المختلفة، وأيضا كلمات هامة جدا تبعناها من الصباح الباكر تتطرق إلى موضوعاتها. كيف تبعت هذه الكلمات بشكل عام؟ والله يعني المؤتمر جاء في مرحلة فارقة من مراحل التي تمر بها الأمة الإسلامية والعربية الآن. فعندنا الإرهاب والتطرف والأفكار المتشددة في كل دفعة أدت الآن تحر إلى التصادم بين الفرقاء، وهذا أمر خطير. لكن أبرز شيء كان في المؤتمر كان واضح وكان يعتبر رسالة للجميع، أن المؤتمر كان يجمع بين أطياف المجتمعات العربية، يعني كان يجمع بين المسيحيين الدين المسيحي بأطيافه، يجمع بين السنة، يجمع بين الشيعة والشيعة بأنواعها. فكان المؤتمر كأنه رسالة واضحة إلى كل من تطول له نفسه أن يحدث فتنة بين المسلمين والمسلمين أو بين المسلمين والمسيحيين، أن هذا الأمر في بلد فيه الأزهر الذي يعني حارب وجاهد على مدى العقور
لا يستطيع أي أحد مهما كانت قوته ومهما كان دعمه المادي أو المالي ومهما كان يملك الإرهابيين أن يفسد وحدة العالم العربي بشقيه المسيحي والمسلم. الدكتور عبد العزيز النجار مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية، أشكرك شكرا جزيلا. وللمزيد أيضا من القراءة والرأي حول هذا المؤتمر ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملي السكندري. أهلا بك دكتور كميل. أهلا يا فندم. يعني في أي سياق تقرأ مستقبل للمنطقة بعد هذا المؤتمر الذي أعلنها صريحة وجلية على لسان كل من تحدث بأن كل الأديان بريئة من الإرهاب؟ يعني هو ما فيش شك اللي حصل ده حاجة جميلة جدا، وإن كانت اتأخرت شوية إنما ابتدينا. والحاجة الجميلة فعلا إن هو الأزهر المعنى الكبير، الرسالة اللي بتوجه إن الشيخ الطيب والبابا طوادروس إن مش الأزهر بس بمفهومه الديني اللي على عقيدة واحدة، ولكن بمفهومه الواسع بمفهومه الإيماني. وعايز أقول حاجة تانية، الفكر المتطرف لازم كلنا نعرف ان هو بيتعامل بكفلية شديدة على اساس ان هو اي الغاية الذي بتبرر الوسيلة، اي حاجة توصله لحاجة عايز يوصلها بيوصلها قتلا ذبحا اي حاجة. برضو انا يمكن هستعير كلمة كان من بابا طوادروس قالها، احنا كلنا طبعا بعد 14 اغسطس 2013 واللي شفناه حرق الكنائس اللي هو كان عمره ما حصل في تاريخ مصر، ورد الفعل الجميل كان عند المسيحيين الواعي المستنير، لأن احنا أدركنا تماما الذي لم حرق الكنيسة لم يكن مسلما بل كان مجرما متطرفا. نعم، وقال وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن بالفعل. بالضبط. نعم. كده. لكن إضافة إلى ما قاله البابا طوادروس، يعني مطران الموارنة المسيحيين اللبنانيين ربما في كلماته أشار لبعض النقاط الهامة، وهو أن بعض المسلمين يقتلون بعض المسلمين باسم التكفير علاوة على تكفير من هم في أديان أخرى. إلى أي مدى التقطت يعني جملة هذه الكلمات التي حرمت القتل للاختلاف في العقيدة؟ لا طبعا كلنا متفقين، يعني أنا عايز أقول يعني ده سياق واحد ومفهوم واحد وقناعة واحدة لا نختلف عليها إطلاقا. القتل في حد ذاته أو الاعتداء أو منع إنسان حتى مش مجرد قتله بسبب عقيدته، إنما مجرد إن هو إنسان بيمارس عقيدة معينة أو فكر معين، مجرد إن أنا أحرمه من ممارسة هذه العقيدة ده هو في حد ذاته نوع من التطرف الممقوت. وإذا كان برضو شيء من شيء يذكر، برضو أنا أذكر بعد أحداث سنة 1977 المظاهرات أيام الرئيس الراحل السادات، كان في دعوة من بابا شنودة ياريت بأعيد طرحها مرة تانية، إن هو دعا الأزهر والكنيسة نطلع كتب مشتركة. انا عايز اقول حاجه يا جماعه، اللي بيجمعنا اكتر اضعاف. دكتور كميل، واضح ان حضرتك يعني تود البناء على هذا المؤتمر لا يكون بالضبط. مؤتمر على مدار يومين وانتهى اطلاقا. نعم. اطلاقا. نعم. نهج حياه البابا شنودة ده. نعم. ان هو تكون في كتب مشتركه نتحدث عن الفضيله. نعم. عن الايمان، عن وجود ربنا، حاجات كتيره. فارس يا ريت يتحقق هذا ان شاء الله. وبشكر حضرتك شكرا جزيلا. بهني المنطقه كلها بهذا المؤتمر، بهنيها كلها، بهني كل انسان بهذا المؤتمر. نعم نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملي السكندري. يقوم المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة لمحافظة سوهاج. يرافق محلب وزراء التنمية المحلية والإسكان والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة وعدد من رؤساء الهيئات الحكومية، وذلك لوضع حجر أساس محطة مياه الشرب التي تخدم مدينة سوهاج الجديدة بالكامل. كما يتفقد محلب طريق الجامعة الجديد وكوبري جرجا العلوي ونفق كلية الدراسات أسفل السكة الحديد، كما سيتم افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بمحافظة سوهاج. تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط كافة عناصر خلية إرهابية لتصنيع المواد المتفجرة بدائرة مركز شرطة العياط. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عبوات متفجرة ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة بحوزة المتهمين، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. أكد وزير الخارجية سامح شكري أكد على أهمية الدور الروسي في دعم القضايا العربية العادلة في إطار مبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
وأشار شكري في كلماته أمام الدورة الثانية للمنتدى العربي الروسي التي تعقد بالسودان إلى المواقف الروسية المساندة على الدوام للقضايا العربية، في القلب منها القضية الفلسطينية. وأكد وزير الخارجية على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لقضايا التعاون العربي الروسي المشترك، داعيا إلى ضرورة تعزيز أوجه التعاون مع الشريك الروسي خاصة في المجالات الاقتصادية. أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعرب عن أمله في مناقشة مساهمة موسكو المحتملة في حل الصراع الدائر في إقليم دارفور السوداني الغربي، وكذلك علاقات السودان مع بعض الجيران. جاءت تصريحات لافروف خلال زيارته الحالية للسودان، والتي التقى خلالها الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره السوداني علي كيرتي. كما أكد لافروف أن روسيا والسودان لديهما خطط محددة لتعزيز التعاون الفني العسكري الذي لن يخل بتوازن القوى في المنطقة، كما سيكون متماشيا مع الالتزامات الدولية للبلدين. وأعرب لافروف عن أمله في أن تكون نتائج الاجتماع القادم للجنة العليا الحكومية الدولية الروسية السودانية التي ستعقد في موسكو الأسبوع المقبل فعالة كالعام الماضي. أعلن رئيس الكنيسة الإسرائيلي يولي أدلشتاين أعلن أن إجراء الانتخابات العامة المبكرة التي دعا إليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون في 17 مارس القادم. كان نتنياهو قد أقال وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني من الحكومة لانتقادهما سياسته، وأعلن أنه سيدعو إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. أزمة سياسية تلوح في الأفق بعد أن أقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كلا من وزير المالية يائي لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني، وذلك في أعقاب إعلان نتنياهو حل الكنيسة والإعلان عن انتخابات مبكرة، داعيا شركائه في الائتلاف لوقف ما وصفه بتقويضه ومهاجمته علنا. نتنياهو أدان في كلمة له في اجتماع لتكتل الليكود الانتقادات الداخلية، مشيرا إلى أن من شأنها أن تشجع على توجيه الانتقادات الخارجية لإسرائيل. وحذر نتنياهو ردا على الانتقادات الأخيرة له من قبل وزراء مختلفين في ائتلافه من أنه إذا لم تستطع الحكومة تحقيق توافق فيما بينها فإنها ستواجه إجراء انتخابات مبكرة بدلا من الانتخابات المقرر إجراؤها في العام 2017. لست خائفا من الانتخابات، لكن الشعب يريد حكومة قادرة على العمل، فلا يمكننا أن نعمل والوزراء يهاجمونني بشكل مكثف، خاصة وأنني لم أتلقى الدعم في العديد من القضايا الدبلوماسية والمحلية. حتى في إطار شيء أساسي مثل أعمال البناء في القدس انتقدوني، مما سيشجع على انتقاد إسرائيل في الخارج. من ناحيته كشف رئيس حزب إسرائيل بيتونة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أنه يحبذ عدم إجراء انتخابات عامة مبكرة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر أصبح حقيقة مفروغا منها، ويجب التفكير مليا في كيفية تشكيل حكومة رشيدة بعد إجراء تلك الانتخابات. يجب علينا جميعا أن نتوحد، لكن للأسف في هذه الفترة بدلا من أن نتوحد سنختلف لعدة أشهر مقبلة، لكني على يقين أنه بعد إجراء هذه الانتخابات سنتجه على الفور لتشكيل حكومة جديدة قادرة على التعامل مع كل التحديات. جدير بالذكر أن زعيم المعارضة الإسرائيلية إسحاق هيرتسوغ انتقد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، متهما إياها بأنها تعرض المصالح الرئيسية لإسرائيل للخطر. رحب الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي رحب بتصويت البرلمان الفرنسي لصالح قرار غير ملزم بالاعتراف بدولة فلسطين، معربا عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به فرنسا لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. واعتبر العربي أن تصويت البرلمان الفرنسي لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإن كان غير ملزم للحكومة الفرنسية بعد، فإنه يعتبر خطوة إيجابية أولى في اتجاه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967. في خطوة رمزية تسهم في إضفاء مزيد من الدعم الدولي ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية،
صوت أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قرار تقدم به نواب الحزب الاشتراكي الحاكم يطالب الحكومة الفرنسية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. القرار غير الملزم الذي تبنته الجمعية الوطنية صوت لصالحه 339 نائبا مقابل 151 نائبا رفضوا التصويت لصالح القرار. مشروع القرار الفرنسي يدعو الحكومة إلى الاعتراف رمزيا بدولة فلسطين استعدادا لحل نهائي للنزاع، كما يؤكد القرار على الحاجة العاجلة إلى إبرام اتفاق نهائي للنزاع يجيز إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة إلى جانب إسرائيل على أساس حدود عام 1967 حيث تكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين بناء على اعتراف متبادل. ومن المقرر أن يطرح للنقاش مقترح قرار مماثل أمام مجلس الشيوخ الفرنسي في 11 من الشهر الجاري، وذلك إثر مبادرة قام بها نواب الحزب الشيوعي. هذا التصويت الفرنسي يأتي بعد أن سبقت برلمانات كل من السويد وإسبانيا وبريطانيا البرلمان الفرنسي إلى مثل هذا الاعتراف من بين 27 دولة تشكل الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أيضا أن يجرى تصويت مماثل بالبرلمان الأوروبي في 17 من ديسمبر الجاري. وخلال الآونة الأخيرة حاز ملف الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية دعما دوليا واسعا خاصة من دول الاتحاد الأوروبي، حيث وصل عدد الدول التي اعترفت رسميا بدولة فلسطين إلى 135 دولة من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، كانت آخرها السويد في نهاية أكتوبر الماضي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرة السيد نظير مجلي المحلل المتخصص بالشؤون الإسرائيلية. سيد نظير، يعني أزمات على المستوى الداخلي تتمثل في انتقادات من وزراء تم إقالتهم، أزمات أيضا على المستوى الخارجي ومجموعة من البرلمان الأوروبية تصوت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين. كيف ترى مستقبل حكومة نتنياهو في الفترة القادمة؟ يعني نحن الآن أمام فترة انتقالية تكون فيها حكومة نتنياهو لمدة 3 أو 4 شهور حتى موعد إجراء الانتخابات 17 من مارس القادم. عندئذ سيتم تشكيل حكومة أخرى، نأمل أن لا تكون تلك حكومة نتنياهو، وما زالت هناك إمكانية فعلية بأن لا تكون تلك حكومة نتنياهو إذا نجحت المعارضة في لملمة صفوفها واتخاذ موقف استراتيجي لإسقاطه، لأن استطلاعات تشير إلى أنه سيزيد بقوة نائبين في البرلمان. يعني لا ليست مسألة ذات بال كبير، بالإمكان إسقاط نتنياهو بعد إذن، لأن حكومته حتى الآن فقط جلبت نتائج سلبية للسياسة الإسرائيلية نفسها، فضلا عن المساس في عملية السلام التي تسببت بها بشكل كبير. طيب، إلى أي مدى يمكن للجانب الفلسطيني استغلال هذه الظروف وهذه الأزمات المتتالية التي تواجهها إسرائيل على المستوى السياسي؟ قد لا ينتبه أهلنا في القيادة الفلسطينية، ولكن عليهم أن يعرفوا أن لهم دور وتأثير كبيرين في المجتمع الإسرائيلي. الخطاب الفلسطيني عشية الانتخابات مهم للغاية، مهم أن تصدر من الطرف الفلسطيني رسالة للجمهور الإسرائيلي الواسع بأنه هناك شريك فلسطيني مستعد لعملية سلام حقيقية مع إسرائيل، وأن نتنياهو وحلفه هو الذي يعيق هذه العملية. هذه الرسالة إذا وصلت ستساعد المجتمع الإسرائيلي كثيرا للتخلص من نتنياهو وسياسته التدميرية في كل مجالات الحياة، وليس فقط في عملية السلام والعلاقات الدولية. هناك أيضا في الوضع الاقتصادي توجد مشكلة، هناك تراجع في مستوى الوضع الصحي والخدمات الصحية في إسرائيل. الحكومة تسببت في أزمات وضوائق حقيقية للمجتمع الإسرائيلي، وكل رسالة إيجابية من الخارج للمجتمع الإسرائيلي ستساعده للتخلص من هذه الحكومة. طيب سيد نظير، أخيرا، يعني هذه الأزمات المتتالية وأيضا اعترافات بعض البرلمانات الأوروبية برغم من أنها غير ملزم لحكوماتها، ولكن هذا الضغط إلى أي مدى سيؤثر في تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة في حال ما ثبت فشل نتنياهو في إنقاذ نفسه؟ إشارات إيجابية باعتقادي في نهاية المطاف للمجتمع الإسرائيلي إذا ما ترافقت مع خطاب مباشر المجتمع الإسرائيلي. يعني لا يكفي أن يتخذ البرلمان الفرنسي قرارا من هذا النوع، ينبغي أن يقوموا بشرح هذه المسألة للمجتمع الإسرائيلي بأننا الأوروبيين كل الوقت معكم يا إسرائيليين، ونريد لكم الخير عن طريق دعم سياسة سلام، وسياسة حكومتكم هاي تقودكم أنتم وتضركم وتضر بنا أيضا إلى مهالك وإلى مهاوي مختلفة. إذا نجحوا أن يوصلوا هذه الرسالة
المجتمع الإسرائيلي ستكون تلك القرارات مفيدة جدا. علينا أن نتابع الانتخابات وما ستسفر عنه هذه الانتخابات في مارس القادم. السيد نظير مجلي من الناصرة المحلل السياسي، أشكرك شكرا جزيلا. ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة لهم على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967. وفي إطار هذا المسعى بذلت العديد من الجهود وتحقق الكثير على طريق الاعتراف دوليا بالدولة الفلسطينية المستقلة، والمزيد مع الزميل أحمد فؤاد. التوجه الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب المساعي الرامية لتوسيع دائرة التأييد الدولي يؤكدان تنامي الدعم الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. في 15 من نوفمبر من عام 1988 ألقى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خطاب إعلان استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وهو ما اعترفت به لاحقا الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من العام نفسه. وفي 29 من نوفمبر من عام 2012 منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على كامل أراضيه. وفي 30 من أكتوبر من عام 2014 أعلنت السويد رسميا اعترافها بالدولة الفلسطينية لتصبح أول دولة أوروبية تقدم على هذه الخطوة، وردت إسرائيل بسحب سفيرها من ستوكهولم فيما اعتبرت واشنطن قرار السويد متسرعا. في 14 من أكتوبر الماضي تبنى مجلس العموم البريطاني قرارا غير ملزم يطالب الحكومة بالاعتراف بفلسطين، وهو ما وصف بالإجراء التاريخي، لاسيما وأن بريطانيا هي من منحت إسرائيل وعد بلفور عام 1917 وأعطتها الحق في إقامة دولة لها على الأراضي الفلسطينية. في 17 من أكتوبر وعلى الدرب نفسه أقر مجلس الشيوخ الأيرلندي اقتراحا يدعو حكومة دبلن إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي 19 من نوفمبر الماضي انتزع البرلمان الإسباني هو الآخر قرارا رمزيا بالاعتراف بدولة فلسطين مع الالتزام بمسار المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لتسوية الصراع. في 28 من نوفمبر ناقش البرلمان الفرنسي مشروع قرار يؤكد الحاجة العاجلة لإبرام اتفاق نهائي يجيز إقامة دولة للفلسطينيين على أساس حدود عام 1967، وهي خطوة صعبة بالنسبة لفرنسا التي يعيش بها أكبر جاليتين يهودية وعربية في أوروبا. في 29 من نوفمبر وافقت جامعة الدول العربية على خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وضع جدول زمني لإعلان دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بحلول عام 2016. كانت هذه مشاهدينا نظرة موجزة على الجهود الرامية لإقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، لاسيما بعد تعثر خيار المفاوضات. ونشرتنا مستمرة معكم، وفيها بعد الفاصل مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم انتحاري أمام مقر إقامة السفير الإيراني بالعاصمة اليمنية صنعاء. السيسي يفتتح مجمع الجلاء الطبي والرياضي ويؤكد أنه لا مجاملة لأحد داخل مؤسسات الدولة، وكل مواطن يجب أن يأخذ فرصته وفقا لكفاءته وخبراته. الطيب وتوادروس يؤكدان على ضرورة الوحدة والتكاتف لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الأديان ومواجهة الإرهاب والتطرف.
حكومة نتنياهو تعلن عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 من مارس المقبل عقب تصاعد الخلافات بين الأحزاب المشاركة في الحكومة. والآن نذهب مشاهدين الكرام إلى نظرة على أهم أنباء الاقتصاد في هذه البانوراما. أخبار المال والأعمال مع الزميل شهاب شعلان. تفضل شهاب. شكرا لميس وأيمن. أهلا بكم مشاهدين الكرام في وقفتنا الاقتصادية وفيها بعد الفاصل. 30 عرضا من شركات عالمية للمشاركة والاستثمار في المركز اللوجستي العالمي بدمياط. أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي أن عدد العروض لإقامة تحالفات استراتيجية للمشاركة والاستثمار في المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية بلغت أكثر من 30 عرضا من مستثمرين وشركات عالمية من معظم الدول العربية والأجنبية. وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق مبدئيا مع شركة تشاينا هاربور الصينية الحكومية على المشاركة والاستثمار في المركز اللوجستي العالمي للحبوب وربط حركة التجارة في جميع السلع بين مصر والصين. أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر أن الوزارة تسعى في خطتها خلال 10 سنوات المقبلة إلى استخدام العدادات الذكية التي تجمع بين العداد المسبوق الدفع من خلال شحنه بكروت شحن والعداد الكودي الذي يوفر الطاقة. وأشار الوزير إلى أن تكلفة استبدال العدادات العادية تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار جنيه. وأضاف شاكر أن الوزارة تستهدف توليد طاقة متجددة حتى 4300 ميجاوات من التعريفة المميزة، مشيرا إلى أن تلك الطاقات تحتاج إلى استثمارات تصل إلى نحو 5 مليارات دولار. كشف وزير المالية هاني قدري عن وجود آلية جديدة لتطوير عمليات إتاحة المخصصات المالية لعدد من برامج الموازنة العامة ذات البعد الاجتماعي. وأشار قدري إلى أنه سيتم تحويل الدفعات المالية لتلك البرامج في توقيتات محددة سواء ربع سنوية أو شهرية حسب طبيعة كل منها ودون الحاجة لتكرار عرضها على وزير المالية لأخذ موافقته. وأشار وزير المالية إلى أن المبالغ المتاحة لدعم السلع التموينية من أول يوليو 2014 وحتى نهاية نوفمبر 2014 بلغت 12 مليار و800 مليون جنيه، منها 6 مليارات و800 مليون جنيه لدعم رغيف الخبز و6 مليارات جنيه لدعم سلع البطاقة التموينية. أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال اليومين المقبلين عن طرح 20 مناقصة عامة جديدة في 6 مدن جديدة، وذلك بين الشركات المتخصصة والمسجلة في الاتحاد المصري لمقاول التشييد والبناء لتنفيذ أعمال وحدات صحية وحضانات وأسواق تجارية ورفع كفاءة الطرق. كانت الهيئة قد وافقت على عدد من القرارات أهمها إتاحة قطع أراضي في مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد لتشغيل خطوط الأتوبيس وتخصيص قطع أراض لإقامة أنشطة صناعية ومدارس ومعاهد أزهرية ومبنى محكمة النقض ووحدات سكنية ضمن المشروع الإسكان الاجتماعي بتمويل من المنحة الإماراتية. نتحول إلى البورصة المصرية التي عاودت مؤشراتها ارتفاعاتها القوية لدى إغلاق تعاملات الأربعاء، وتأثرت السوق باستمرار عمليات الشراء المكثفة من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية وعودة المستثمرين العرب للشراء مع تعافي بورصات الخليج فضلا عن الأنباء الإيجابية المتعلقة بالشركات. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات و800 مليون جنيه ليبلغ مستوى 517 مليار و400 مليون جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 800 مليون جنيه. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت وقفتنا الاقتصادية، ولكن بانوراما الرابعة ما زالت مستمرة مع أيمن السيد ولميس عبد الغني. شكرا شهاب.
مرحبا مجددا إلى اليمن، حيث قتل 3 أشخاص وأصيب نحو 17 من المارة نتيجة انفجار سيارة مفخخة أمام منزل السفير الإيراني بالحي الدبلوماسي بالعاصمة صنعاء. وقالت مصادر أمنية إن السفير الإيراني لم يتواجد بالمنزل وقت التفجير، وقد سارعت قوات الأمن بمحاصرة مكان الانفجار في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. رسالة متعددة الأطراف حملها تفجير استهدف منزل السفير الإيراني الجديد إلى اليمن. وقع التفجير الذي استخدمت فيه سيارة مفخخة واستهدف منزل السفير الإيراني بالحي الدبلوماسي بالعاصمة صنعاء، وأسفر عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى معظمهم من المارة. حصل أن هذا منزل الملحق الإيراني يتبع الهيئة الدبلوماسية الإيرانية، وسيارة مفخخة كانت بجواره انفجرت، والضحايا قد ما انتشلنا جثتين، جثة للطفل وجثة للرجل، لا زالت شخصيته ليست معروفة، والآن لازلنا بنبحث في الأنقاض إذا في ضحايا أكثر ونوعية السيارة. لأن السيارة انتهت بالكامل. مصادر أمنية أوضحت أن السفير الإيراني حسين سيد نام الذي قدم 2 أوراق اعتماده لم يكن في منزله عند وقوع الهجوم. وفور وقوع الانفجار لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، لكن المشهد اليمني يشهد صراعا مسلحا يظهر من حين لآخر بين الحوثيين الذين سيطروا على مرافق الدولة اليمنية منذ سبتمبر الماضي وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، والذي توعد الحوثيين بحرب شاملة ردا على انتشارهم المسلح في البلاد. وفي أكتوبر الماضي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن هجوم انتحاري شهدته صنعاء، واستهدف نقطة تفتيش للحوثيين أسفر عن مقتل نحو 50 شخصا. ومهما تكون الجهة التي تقف وراء تفجير منزل السفير الإيراني، إلا أن الرسالة التي جاء بها التفجير تستهدف الحوثيين وإيران، التي توجه دائما لهم أصابع الاتهام بدعم الخروج المسلح للحوثيين على الدولة اليمنية وعرقلة المرحلة الانتقالية. كما يأتي التفجير بعد أيام من اتفاق بين الحوثيين وحزب التجمع اليمني للإصلاح على بحث عدد من الملفات وتهدئة حالة التوتر في البلاد وتحقيق مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة اليمنية. اتفاق صعدة بين الحوثيين والإصلاح جاء على خلفية نزع فتيل الأزمة في مأرب بعد حشد الحوثيين قواتهم لدخول المدينة، فيما حشدت القبائل قواتها في المقابل وتوعدت بالدفاع عنها ضد الحوثيين. لقي أحد العسكريين اللبنانيين حتفه وأصيب 2 آخران بجروح خلال قيامهم بالكشف على عبوة ناسفة تمهيدا لتفكيكها في منطقة جرود عرسال بشمال شرق البلاد. وعلى صعيد متصل وصل الجيش اللبناني من تعزيز تواجده في جرود رأس بعلبك، ونفذ عمليات تمشيط في المنطقة تحسبا لأي عبوات قد يكون زرعها الإرهابيون على بعض الطرقات الترابية في المنطقة التي استهدفت بها دورية الجيش مساء أمس، مما أدى إلى مقتل 6 جنود. أعلن التحالف الدولي ضد داعش في بيان له عقب اجتماع له في بروكسل أنه نجح في وقف تقدم التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا. وأوضح البيان أن دول التحالف الذي يضم نحو 60 دولة أكدت على 5 محاور في مكافحة داعش، وهي زيادة المجهود العسكري ووقف تدفق المقاتلين الأجانب وقطع طرق الوصول إلى التمويلات ومعالجة مشكلة المساعدة الإنسانية ونزع الشرعية عن تنظيم داعش. ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي جون كاري، قال إن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ألحق أضرارا جسيمة بتنظيم داعش، مشيرا إلى أن المعركة ضد المتطرفين قد تستمر أعواماً.